يا ترى شكل الدراسة هيبقى ايه في الترم التاني؟ يا ترى احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ ولادنا هيذاكروا ازاي؟ هياخدوا اجازة ولا لأ؟ يسيبوا الكتب وما يذاكروش ولا يذاكروا؟ طب هياخدوا اجازة؟ طب شكل الاجازة هيبقى ايه؟ طب يا ترى مصير الترم التاني هيبقى ايه؟ احنا مش عارفين اي حاجة. دي طبعا يا جماعة مجموعة من التساؤلات اللي بيطرحها ناس كتير جدا، وإن شاء الله هنحاول نجد على هذه الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أولياء الأمور، كل الطلبة على مستوى جمهورية مصر العربية كلها. والشغل الشاغل دلوقتي هو إحنا دلوقتي هنعمل إيه في ظل القرارات الأخيرة، القرارات الحديثة اللي أصدرها السيد وزير التربية والتعليم، وصادر برضو من مركز الوزراء، طبعا بسبب أزمة كورونا اللي بتمر بيها بلدنا وبيمر بيها العالم أجمع. طبعا هو كان قرار حكيم من الوزارة ومجلس الوزراء إن هم أخذوا هذا القرار علشان صحة أولادنا وصحة السادة أولياء الأمور وصحة السادة العاملين في مجال التربية والتعليم والإداريين وهكذا. طبعا هذا القرار يا جماعة قوبل بالرفض من بعض الناس وقوبل بالترحاب من البعض الآخر. طبعا الناس اللي كانت يعني او هي رافضه هذا القرار كانوا بيقولوا خلاص احنا كنا على استعداد تام بقى للامتحانات، وايه وشبه قربنا نخلص المناهج واستعدينا نفسيا للامتحانات عشان نخلص من الترم الاول وناخد الاجازه ونرتاح. الفريق الثاني بيقول الحمد لله ان جت الحمد لله رب العالمين عند ربنا ان جه ده في الوقت المناسب عشان الاعداد الخاصه بالاصابات والوفيات في ازدياد مستمر. السؤال دلوقتي يا جماعه، طب احنا هنعمل ايه مع اولادنا في الترم الثاني؟ او احنا هنعمل ايه مع اولادنا في الفتره الحاليه؟ هل يا ترى هيذاكروا ولا ما يذاكروش؟ ولا يعني يطنش ويخليها للترم الثاني وهتبقى العملية أبحاث إن شاء الله زي السنة اللي فاتت بما إن الأعداد عمالة بتزيد، ولا إيه بالظبط؟ عايزين نقول يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا جدا. السيد الوزير قال في كلامه وكلام واضح وصريح إن الدراسة لم تتعطل. من 2 يناير لغاية يوم 16 يناير الدراسة مستمرة اونلاين في البيت. يبقى المفروض ان الطالب في البيت بيذاكر عادي خالص، مفيش اي مشاكل. اللي ما خلصش مناهجه بيخلصها، اللي بيحل امتحانات يحلها وهكذا. كل ما في الامر ان الموضوع يتاجل لبعد نصف الى ما بعد اجازه نصف العام، يعني بعد يوم 20/2. طبعا في ناس بتتشكك في هذا الامر، ده بعد 20/2 مش هيكون في امتحانات، ده هيكون في ممكن احتمال يكون في ابحاث، ناس بتقول كده، وده طبعا شيء مستبعد تماما. السيد الوزير اكد في التصريحات اللي قالها مؤخرا بان مفيش اي محذوفات يا جماعه. الترم الاول كامل من الالف للياء حتى لا يضر ذلك بمستوى الطالب التعليمي. مفيش اي محذوفات نهائيا من الترم الاول. واكد برضو الوزير في لقاءات وتصريحات اخرى بان مفيش ابحاث هذا العام على الاطلاق، لان كان السنه اللي فاتت العمليه يعني ما كانتش كويسه نتيجه الابحاث، ان الطالب مش هو اللي عملها بنفسه، ولي امر هو اللي عملها له، او راح للسايبر دفع له قرشين وطبعهم له من على النت، فما كانش ايه ليها يعني اثار مجديه على الطالب من الناحيه العلميه. لذلك استبعد السيد الوزير موضوع الابحاث دوت نهائيا. طب احنا دلوقتي نذاكر ولا ما نذاكرش؟ لا، احنا بنقول نذاكر. الطالب يخلص مناهجه عادي خالص ويذاكر عادي خالص ويتم دراسته عن طريق الاونلاين، عن طريق الشانلز او القنوات اللي السيد الوزير قال عليها، سواء مدرستنا واحد او مدرستنا اتنين بالنسبه للتعليم الثانوي. مدرستنا واحد للتعليم قبل الثانوي، ومدرستنا اتنين للتعليم الثانوي. اللي عايز يعرف المواعيد بتاعه القنوات ديت والبث والبرامج
وهكذا يعني، من خلال يفتح صفحة الوزارة عن طريق الإنترنت. طبعا ما ننساش نقول ان الطلبه او التلامذه من كي جي 1 لثالثه ابتدائي دول ما لهمش اصلا امتحانات، فدول خارج القصه خالص ويستمتعوا بالاجازه براحتهم. طيب من بعد ما اخلص امتحاناتي، اسف من بعد ما اخلص مذاكرتي، طبعا هعمل ايه في الفتره دي كلها؟ انا بقول للطالب بعد ما تبذل مجهود في المذاكره بتاعتك وتتدرب على اسئله وامتحانات و انا مش هنكر طبعا انك انت هتكون حامل الهم برضو، وان برضو هتبقى حامل هم موضوع المذاكره وموضوع الامتحانات والى اخره زي ما احنا فاهمين، لكن بنقول يعني شويه كده وشويه كده، ما تسيبش الكتب خالص خالص وتركنها على جنب، ما تركنش خالص خالص وتقول انا ذاكرت وخلاص مش هفتح كتب تاني، لا خد اجازه ريست حوالي مثلا اسبوعين، وليكن مثلا من يوم 16 يناير لغايه اول فبراير او 7 فبراير مثلا، خد ريست. بعد كده حاول تمسك الكتب تاني وتسترجع معلوماتك تاني، وما تسيبش الكتب من ايديك في الفتره اللي هي قبل 20 فبراير بحوالي 15 يوم. ارجع ابذل مجهود تاني وتالت ورابع بحيث انك انت يعني تجهز نفسيا للترم التاني في حاله لو فعلا في امتحانات. طب يا مستر ده بيقول لي مفيش امتحانات والعمليه هتمشي ايه؟ يعني احتمال يبقى ترم امتحان كامل يعني على مستوى الترمين. برضو يا جماعه دي اخبار مش مؤكده، دي اخبار مش مؤكده ما نركنش اليها، احنا ما نركنش اليها ونعتمد عليها اعتماد 100%، دي كلها مجرد تكهنات ومجرد توقعات ربما تكون صحيحه وربما تكون خاطئة، فاحنا ما نعتمدش عليها اعتماد كلي. دوت اللي انا حبيته ان انا اوضحه لحضراتكم النهاردة من خلال الفيديو ده. وبالنسبة لي ولي الامر بقى يعمل ايه؟ على كل ولي امر ان هو يعني طبعا يترك المجال لابنه او بنته في المراحل التعليمية المختلفة، ان هو مش دايما بقى يمسك الكتاب ودايما يعصر الولد، ما تسيبش الكتاب ما تسيبش الكتاب، لا تربويا يا جماعة لازم الولد برضو يشم نفسه ويشم هوا كده بعيد عن جو المذاكرة شوية، يعني ساعة كده وساعة كده شوية وشوية، زي ما احنا لسه قايلين في الفيديو حالا ان هو الاسبوعين دول دلوقتي ممكن ايه يشد على نفسه شويه ويخلص المناهج بتاعته، يقعد بعدها ريست بقى حوالي اسبوعين ثلاثه ريست كده ويستجم فيهم، والله عايز يبص بصه كده على الكتب من وقت للتاني مفيش مشكله، انما من بعد مثلا تقريبا كده قول 4 فبراير او 5 فبراير مثلا يبدا يعيد الكرة تاني ويذاكر تاني ويمسك الكتب ويعمل حسابه ان هو ايه داخل معركة مهمة بقى. طيب دلوقتي بنأكد يا جماعة لان ما نسمعش للاقاويل اللي بتقول الموضوع هيبقى ابحاث، لا ده طبعا شيء مش مؤكد خالص. حتة بقى ايه ان الترمين هيكونوا مع بعض ده شيء وارد وممكن برضو ما يكونش وارد، دي حاجة في علم الغيب لسه ما نعرفش عنها أي حاجة خالص. مش عايزين بقى دعوة لليأس إن السنة ديت سنة ما يعلم بها إلا ربنا، إحنا مش عارفين نعمل إيه، نذاكر ما نذاكرش، إحنا يئسنا، لا إحنا مش عايزين هذه الدعوة يا جماعة لليأس، دايما بإذن الله سبحانه وتعالى نكون متفائلين وإن كل ما يحدث من أحداث حالية مش خاص بينا احنا بس كمصريين، لا خاص بكل العالم بيعيش نفس الازمه ونفس المحنه، ودايما بنقول يا رب عديها على خير، واهم حاجه صحتنا وصحه اولادنا وصحه بناتنا، وان يا رب ما يعدي الفتره ديت الا واحنا ان شاء الله سالمين غانمين من غير اي مكروه يحدث لاي حد فينا. طبعا الصحة هي رقم واحد، الواحد يهتم طبعا بكل إجراءات احترازية. الناحية التعليمية ما بننكرش ان هي مهمة وكل حاجة، لكن نخلي بالنا من الناحية الصحية في المقام الأول، اللي كل أجهزة الدولة طبعا يعني اتخذت كل الترتيبات ديت بسبب الناحية الصحية للمواطن المصري. مش عايز أطيل على حضراتكم،
اللي انا حبيت اوصله كرسالة في هذا الفيديو، اعتقد ان الرسالة وصلت، ان احنا ما نركنش وما نستكنش وما نيأستي، لا يعني ايه نذاكر شوية ونبطل شوية، وبرضو الترم الاول كله كامل نذاكر ونجتهد ونحل اسئلة وكأننا داخلين على امتحان بالظبط، ناخد ريست زي ما احنا ايه قلنا، مع بداية الترم الثاني قبله شوية نبدأ يعني نعيد الكرة تاني والنشاط والحيوية مرة أخرى. وطبعا يعني احنا بنسمع كل يوم أقاويل وكلام وتصريحات، لكن مفيش أخبار مؤكدة 100%. يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن احنا نكون دائما في صحة وسلامة وأمان، وأتمنى لكل الطلبة والطالبات التفوق والتوفيق والسداد، وأهمس لكل ولي أمر تحية، لكل ولي أمر بيدعم ابنه بيدعم بنته في موضوع المذاكرة، وربنا سبحانه وتعالى يكلل دايما مجهوداتنا ومجهوداتكم بالنجاح والتوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.